اليوم راح تكون بمغني الرايكا ديل جابوني اللي صرح عبر أثير أحد الإذاعات المغربية بأنه سيجمع عن قريب ديو مع الفنانة المغربية سميرة سعيد. هذه الأخيرة نفت كليا هذا الخبر وقالت أنه ما راهو يجمعها عفوا ولا عمل مع كاديغ الجابوني، والأسوأ من ذلك هو تصريحها بأنها لا تعرفه ولم تسمع باسمه من قبل، الشيء الذي أثار جدل وغضب جمهور كاديغ جابوني واللي راهم طالبوا منه الآن بتوضيح. فيا ترى كيف سيرد كاديغ على ما قالته سميرة سعيد؟ مع احترامي يمكن أنا عندي تخيل ثقافي شويش، ولكن الحقيقة لازم يتم عمري ما سمعته، والله سمح لي بزاف حيت أنا أول مرة وفنان جزائري، ولكن مع اعتذاري لكن اعتذر له بزاف عاد، لأن بالفعل أنا عمري ما سمعته، وما تمكنليش نقول شي حاجه اللي انا ما عرفتش عليه شي حاجه. انا كنتمنى تعرف عليه ولا كنت